السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبابي من خارج مصر وداخل مصر، أهلا وسهلا بكم أحبابي الكرام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد يا أحبابي، سوف أقدم إليكم اليوم تفسير رؤية حاجب العين للرجل. فتفسير رؤية حاجب العين للرجل فهو حسن سنته وجماله وجاهه في دينه وأمانته ومكانته. فإن رأى الإنسان حاجبه قد اقترن دل ذلك على الألفة والمحبة، وبالعكس ونزولهما على العين دليل على تغيير الحال من حال إلى حال، دل عليه من ولد أو شريك أو زوجة أو صاحب، وربما دل ذلك على طول العمر حتى يرى نفسه كذلك. والله أعلى وأعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.